مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة هذا المساء من زوايا الحدث، والتي سنخصصها للحديث عن استهداف ميليشيا الحوثي والمخلوع للمواقع التاريخية والثقافية على خلفية إحراق متحف تعز. في تعز الحرب على كل شيء، فبعد أن أمعنت ميليشيا الحوثي والمخلوع في المدينة قتلا وحاصرت المدينة مانعة عن ساكنيها الغذاء والدواء طيلة الأشهر الماضية، كانت معالم المدينة الأثرية هدفاً لقذائف الميليشيا. متحف تعز كان آخر أهداف حرب الميليشيا على تعز، وتسببت القذائف في إحراق المتحف بشكل كامل، ما أدى إلى إحراق عدد كبير من المخطوطات والمقتنيات الأثرية التي تؤرخ للمدينة منذ عصر الرسوليين، عندما كانت تعز حاضرة اليمن ومركزه الثقافي. لم يكن المتحف الوحيد في المدينة هو المعلم الأول الذي تستهدفه الميليشيا، فقبله تعرضت قلعة القاهرة التاريخية للقصف، واتخذتها الميليشيا مقرا لمدفعية التي كانت ترسل قذائفها على المدنيين من أسوارها قبل طردهم منها. جامع الأشرفية التاريخي لم يسلم من قذائف الميليشيا هو الآخر، بينما كانت الحرب تمتد إلى مركز السعيد الثقافي الذي كان يحوي مكتبة كبيرة وقاعات للتدريب والمحاضرات. كل ذلك لم يعد منه شيء الآن بعد أن أحرقته الميليشيا. استهداف المعالم التاريخية والثقافية في تعز من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع سيكون موضوع نقاشنا هذا المساء في زوايا الحدث. سيكون معنا من تعز مدير إدارة المسرح في مكتب الثقافة في محافظة تعز فيصل الدبحاني، وكذلك أيضا من تعز وكيل وزارة الثقافة عبد الهادي العزعزي، ومن الرياض الباحث والمحلل السياسي الدكتور نجيب غلاب. قبل البدء بالنقاش نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود. ومخطوطات أثرية. التاريخ أصبح رمادا والماء لا يكفي لإحيائه. بعد أن كان محفوظا لمئات السنين انتهى بقذيفة واحدة. السواد فقط ما تبقى هنا، ولم تسلم أي مخطوطات تاريخية في المتحف الوطني بتعز من قصف الميليشيا. في تعز لا يستهدف الإنسان فقط، بل التاريخ والجغرافيا أيضا. مكتبة السعيد أكبر مكتبة في اليمن أحرقت بما فيها كتب نادرة بالآلاف، تطلب جمعها عشرات السنين، اختفت في ساعات قليلة فقط. كذلك هو الحال في التسجيلات النادرة لبرامج نشأت عليها أجيال متتابعة ولم يفلح التنقيب في العثور عليها سليمة في إذاعة تعز، من تعرضت للقصف أيضا من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع. بين إحراق المتحف الوطني ومكتبة السعيد وإذاعة تعز فارق زمني طويل أو قصير لا يهم، المهم هو استباحة مدينة بأكملها وجعل مبانيها التاريخية الصامدة لمئات السنين مجرد أطلال. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد للحديث عن موضوع حلقتنا اليوم من زوايا الحدث عن استهداف المواقع الثقافية والتاريخية من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع. معنا الآن مدير إدارة المسرح من تعز السيد فيصل الدبحاني. سيد فيصل مساء الخير. مساء الأنوار أخي الكريم. أهلا بك سيد فيصل معنا في هذه الحلقة. بداية سيد فيصل، لو اطلعتنا على تفاصيل استهداف ميليشيا الحوثي والمخلوع لمتحف تعز. لا تأكل. نعم. الحياة في محور. معني. نعم. سيد فيصل يبدو أن هناك مشكلة سيد فيصل، أتمنى أن يعني أن تكون في مكان التغطية فيه أكثر وضوحا حتى نتمكن من سماعك. سيد فيصل إذن سنعاود الاتصال بك الآن. أنتقل إلى الرياض مع السيد نجيب غلاب. دكتور نجيب مساء الخير. إذن يبدو أن الدكتور نجيب غلاب أيضا لم يكن جاهزا. بالتأكيد اليوم حلقتنا سنخصها عن استهداف ميليشيا الحوثي للمتاحف الأثرية في اليمن، وعلى وجه الخصوص ما حدث في تعز من استهداف لمكتبة السعيد ثم المتحف والأماكن الأثرية في مدينة تعز كقلعة القاهرة كجامع الأشرفية. أيضا بالتأكيد الميليشيا عرضت العديد من الأماكن الأثرية في اليمن واتخذت منها منصات لحربها ضد اليمنيين على يعني ما حصل
حصل في مأرب، في سد مأرب، ما حصل في مدينة مراقش، في محافظة الجوف، أيضا صنعاء القديمة، الكثير من الأماكن والمواقع التاريخية والأثرية في اليمن. ميليشيا الحوثي للأسف تجعلها يعني عرضة للقصف، عرضة للحرب، تتخذ منها منصات من أجل أن ترسل قذائف الموت لليمنيين من كل مكان. إذن الآن معنا الدكتور نجيب غلاب، انضم معنا من الرياض. دكتور نجيب مساء الخير. يا مساء النور والعافية. أهلا بك دكتور نجيب. إذا تحدثنا في البداية عن جماعة الحوثي التي لم تترك أثرا تاريخيا طوال يعني تاريخها الطويل خلال عهد الأئمة، عادت الآن لتدمر أيضا تاريخ اليمنيين في كل مكان كما تعلم. يعني سد مأرب كان أحدى الأماكن التي اتخذتها الميليشيا وعرضتها للقصف، أيضا مدينة مراقش في الجوف، الآن ما حصل في تعز يعني تدمير لمكتبة السعيد، قلعة القاهرة التاريخية، الآن المتحف الأثري المتواجد في تعز تم إحراقه. لماذا تستهدف الميليشيا كل المواقع الأثرية وتحاول أن تمحي الهوية التاريخية لليمن؟ دكتور نجيب، دكتور نجيب هل تسمعني؟ إذن يبدو أيضا أننا فقدنا الاتصال بالدكتور نجيب غلاب من الرياض. بالتأكيد يعني كما ذكرنا سابقا يعني متحف تعز كان آخر ما استهدفته ميليشيا الحوثي. هذا المتحف كان يعني يحتوي على العديد من المخطوطات، طبعا يعني منظمة اليونسكو تحدثت عن أن الميليشيا تجعل من هذه الأماكن التاريخية والمعالم الكبيرة التي تعتبر معالم عالمية في اليمن عرضة للاستهداف، تقوم باستهدافها بإحراقها، وهذا ما يعرض الهوية التاريخية لليمن الممتدة لمئات السنين وآلاف السنين عرضة لأن تهدر، إضافة إلى أن الفترة الأخيرة باتت كل يعني الآثار التاريخية عرضة أيضا للتهريب والبيع بصورة أو بأخرى، والميليشيا لا تعير أي اهتمام لهذه المعالم التاريخية. في يعني البعض يتحدث بأن الميليشيا تسعى جاهدة إلى تدمير الهوية التاريخية باسم اليمن. الميليشيا لا تعير أي اهتمام لهذا الإرث التاريخي الكبير الذي يميز اليمن عن بقية الدول المجاورة. إذن معنا الأستاذ عبد الهادي العزعزي وكيل وزارة الثقافة من تعز. سيادة عبد الهادي مساء الخير. أستاذ عبد الهادي. نعم نعم. مرحبا بك سيد عبد الهادي معنا في هذه الحلقة من زوايا الحدث. لماذا ميليشيا الحوثي تعرض كل المواقع الأثرية في اليمن وعلى وجه الخصوص تعز للدمار والقصف؟ كما تعلم آخر ما أحرقته هو المتحف الأثري في تعز. هذه المسألة ربما مرتبطة باستراتيجية معينة يتم فيها تدمير ما يسميه في الآثار بالأسماء الإسلامية. المشكلة أيضا هي متراكمة في الجمهورية اليمنية لكنها الآن أصبحت أكثر بشاعة طوال الفترة الماضية بإقتلاع أغلب السلاح والحصون التاريخية الموجودة على الجدار، وتم تحويلها إلى معسكرات ولم تراعى هذه القيمة، وما تم إنقاذه من بعض القطاع ومن بعض اللقى الأثرية وضعت في المتاحف. اليوم يجري استهداف هذه الهيئة الوطنية للآثار والمتاحف، وهذه مشكلة في تعز. وأيضا يجري استهداف المدينة القديمة ومساجد القديمة قيام التي تعود إلى فترة بني رسول. هناك نوع على استهداف لهوية المدينة بمحاولة تغييرها. هذه المدينة تعرضت لعملية طمس لهويتها كجزء من إقليم له خصوصية تاريخية في الجمهورية اليمنية. اليوم يتم استهدافها وهي أصولا إنسانية وأيضا مرتبطة بالهوية المحلية وجزء من التراث الإنساني. هناك بعض المناطق الهامة في تعز مثلا كمثل زلجلج وبقية المناطق أو أيضا أجزاء في المدينة القديمة. نعم. نعم سيد عبد الهادي، البعض يتساءل. نعم سيد عبد الهادي، يعني هناك يعني من ميليشيا الحوثي من يتحدث بأن السبب هي الحرب يعني التي عرضت كل هذا المعالم التاريخية يعني للدمار والخراب، وهم لا علاقة لهم بذلك. الحرب في جميع بلدان العالم لها تقاليد، لا يجب استهداف الجانب الأثري ولا المستشفيات ولا المدارس.
السيدات هذه المناطق هي برائم حرب مصنفة، هي تبنية للهوية الثقافية. هذه المجامع لا تحترم لا الإخوانية لا المحلية ولا الدولية، ولا تعي أيضا قيمة الأثار. هذه المجامع تعتبرها أهداف عسكرية، لا تدرك أن هذه الخسارة هي خسارة لأجيال القادمة. هذا تاريخ أكثر من 3000 عام لذكرت تراثنا. ما يبدو الكبير كبير بهوية الشعب اليمني الذي يتكلم الجميع عنها وعن استقلاليته وهويته، هم من يدمرونها أساسا. تخزين الأسلحة في مناطق أثرية، تعرف هذه المناطق بعض القلاع الأثرية، وإذا لم يكن هناك تخزين فلم تستهدف أيضا هذه المناطق تقصف منهم هم. هناك حالتين في مسألة استهداف الآثار، هناك استهداف مباشر مثل حالة تعز، وهناك استهداف غير مباشر. الاستهداف غير المباشر أن تحولت أغلب هذه المواقع وهذه القلاع التاريخية على أغلب الجبال وأيضا في المدن إلى مخازن للأسلحة، أو أنها تحولت إلى مناطق أثرية على براني بيروت. وهناك استهداف للمناطق بقبائل المدفعية وصواريخ الكاتيشا بالأسلحة الثقيلة. فما الذي يمكن تبريره باستهداف هذه المناطق؟ المتحف والمنطقة في تعز هي منطقة تاريخية أيضا. نعم. تعز عشرات من الفواصل التاريخية التي تعود بهذه المنطقة إلى الفترة الحجرية ثم إلى ما تلاها من الدول الإسلامية ابتداء من جوف بني زياد وحتى الدولة الرسولية والطاهرية وحتى مرحلة الأئمة. هذا استهداف منظم. نعم. الهدف منه إسقاط هذه المدينة التي فقدت كثيرا ورفضت وعرفت وهي تمثل المرجعية الثقافية المنطقة بشكل عام وللجمهورية اليمنية. نعم نعم تكرم. نعم سيد عبد الهادي. نعم هو استهداف الهوية. نعم سيد عبد الهادي تكرم بال... نعم سيد عبد الهادي. نعم سيد عبد الهادي تكرم بالبقاء معنا، سنشرك في الحديث معنا من الرياض الباحث والمحلل السياسي الدكتور نجيب غلاب. دكتور نجيب مساء الخير. دكتور نجيب اذا نعود لك سيد عبد الهادي. اذا يبدو ان في اشكاليه في التواصل مع دكتور نجيب غلاب. دكتور عبد الهادي، اذا ربطنا ما تقوم به ميليشيا الحوثي بما تقوم به ايضا مثلا التنظيمات الارهابيه كداعش عندما قام بتدمير اثار في العراق في سوريا، واليوم نشاهد الجماعه يعني بنفس النهج ونفس المهمه تمارسها في اليمن. ايضا حولها كانت طالبان وقامت بتدمير تماثيل بوذا وهي اصول انتاجيه للشعب الافغاني. ايضا داعش كانت تسعى الى ان يظل الشعب العراقي بلا هويه ايضا، باعتبار ان الشعب العراقي كان يحسد على انه في منطقه تقاطع، وبالتالي هذا الشعب كان لديه ممانعه غير عاديه لا تستطيع عمليه الاستعمار تغيير هويه الشعب العربي العراقي اجمالا من اقصى شماله الى اقصى جنوبه. عندما تدمر الآثار يفقد هؤلاء ما يمكن أن يسميها على حضارتهم تبعث بهم الأنفة. نعم. وبالتالي هذا مرتبط بالهوية الوطنية إجمالا وبمسألة ما تصارع الناس عليه من أجل تشكيل هويات. نعم. عندما يصبح الإنسان لا تاريخ له أن يصبح منقطع من ماضيه وحضوره، وبالتالي يمكن إعادة صياغته. هذه المسألة أيضا خطيرة جدا على المدى القريب والمدى البعيد. بعض المناطق لا تزال الناس يبحثون عن ما يحومه بشكل مباشر، كما ان هذه الاماكن نعم سواء كانت قلاعا او سابقه او قصور دور العباده والمناطق الاثريه المرتبطه بالهويه، هذه جرائم حرب منظمه. نعم. وبالتالي السكوت عنها او السكوت عن هذه الجرائم هي نعم جزء من جرائم العباده. انت عندما تعرف الشعب بحاله قصف مدني بصواريخ فبالتالي الاثار لا قيمه له، فالتقتل الاصل. نعم سيد عبد الهادي. نعم وهو بطرافقا باسلافه وانسابه. نعم سيد عبد الهادي، يعني اذا تكرمت الان ينضم الينا ايضا من تعز مدير المسرح في تعز السيد فيصل الدبحاني. سيد فيصل مساء الخير. سيد فيصل هل تسمعني؟ نعم سيد فيصل، لو اطلعتنا يعني عن تفاصيل استهداف ميليشيا الحوثي لمتحف تعز، ويعني ايضا هل يعني استطعتم ان تنقذوا ولو بعض يعني المعروضات والمخطوطات في المتحف ام انها يعني احرقت بالكامل؟ اذا سيد فيصل، سيد فيصل اعتذر منك جدا واتمنى اذا يعني ان تنتقل مكان اخر تكون فيها التغطيه اكثر وضوح حتى نتمكن من الاستفاده من يعني الوقت معك. اذا اعود الى
السيد عبد الهادي العزازي. سيد عبد الهادي، إذن من الملاحظ أن ميليشيا الحوثية يعني تعتمد يعني في يعني أن تتمركز في المواقع الأثرية، يعني هل تعتقد بأن يعني تمركزها فيها يعني لكي تجنب نفسها يعني القصف، لكي تتخذ منها متارس على تحقق أهداف عسكرية، أم لها آثار أخرى ويعني أهداف ممنهجة لتدمير هذه المعالم؟ يمكن أو حالة تريني ربما من تمتلك أكثر الإجابة، لكن طوال كل الاحتمالات واردة. هذه الأماكن باعتبار أن هناك من يدركون أن تعرض هذه المناطق لقصف من أي طرف كان هي جريمة دولية، وبالتالي كان الحديث عن قلعة القاهرة قبلها وبشكل كبير حين كانوا هم يتمركزون ويضربون المدينة منها. وحينما حدث العكس وتمركزت المقاومة في هذه المناطق، هم من كان يقتدى وسقطت هذه الذريعة والمبررات. هناك برنامجية مخيفة في آلية تدبير هذه الحرب يقودها جماعة الانقياد، ولكن الأهم من ذلك هو ما استمنا من الإخوة العاملين في أغلب المتاحف العمل على حفظ القطع الأثرية النادرة، وهي مشكلة أيضا تغامل منها وزارة الثقافة إجمالا لا توجد خدمة كبيرة، لا توجد أيضا طريقة لحفظ محددة. هذه المناطق تصمم بشكل خاص في حالة الطوارئ، يتم رفع هذه القطع وهذه الآثار إلى مكان آخر. نعم. أن إنسانية في الخوف من التدمير، أما إنسانية ضياعها عندما تكون مقيدة نعم. يمكن استعادتها من أي مكان في العالم، وهذه هناك اتفاقيات ومنظمات تعمل على هذا الجانب. لكن الإشكال الحقيقي اليوم هي عملية الحرق أو المباني في هذه المناطق أغلبها أيضا أثرية، المبنى أثري وداخله أثري، أي أن القيمة مضاعفة، هي تعمل كالمتوالية الهندسية نعم. على أكثر من مستوى في الجانب الاقتصادي. نعم نعم سيد عبد الهادي نعم تكرم. هذه أشياء مرتبطة نعم. بالهوية أيضا. سيد عبد الهادي تكرم بالمقا معنا، يبدو أن الدكتور نجيب غلاب عاد معنا عبر الهاتف من الرياض. دكتور نجيب هل تسمعني؟ نعم نعم اهلا وسهلا. اهلا بك دكتور نجيب، يبدو كانت هناك مشكله في الصوت لن نتمكن يعني من التواصل معك من بدايه الحلقه، لكن الان دكتور نجيب، هذه الجماعه لو المتتبع للتاريخ في اليمن بانها لم تترك طوال تاريخها خلال عهد الائمه اي اثر للمعالم التاريخيه لليمن، الان الميليشيا عادت يعني تنتهج نفس النهج، تتخذ من هذه المواقع الأثرية منصات عسكرية، تتخذ من هذه المواقع الأثرية أماكن عسكرية، كما تعلم سد مأرب، مدينة براقش، ما حدث الآن في تعز قلعة القاهرة وعرضتها للقصف بسبب يعني تمركزها فيها ويعني إرسال قذائف الموت لمدينة تعز على طيلة يعني ما يقارب 5 إلى 7 أشهر. الآن قامت يعني بطريقة ممنهجة إحراق متحف تعز، إحراق مكتبة السعيد، لماذا كل هذه الطريقة الممنهجة في تدمير التاريخ والهوية الوطنية؟ أولا اعتمدت دول الأئمة عبر تاريخها على تدمير أي أثر يرتبط يعني بالحضارات القديمة اليمنية، يعني خلال 1200 سنة ابتداء من صعدة وحتى مناطق القبائل، حتى بني حشيش اليوم التي يعتبرها الحوثة أنها منطقة خاصة بهم، هذه كانت فيها مدن وآثار تاريخية عظيمة حميرية وسبائية، دمروا كل المعالم التاريخية التي بنيت في الحضارات اليمنية القديمة. كان الهدف الأساسي هو طمس الهوية اليمنية، هم ركزوا بشكل أساسي على فكرة الحكم وربطوا كل يعني ربطوا كل شيء بهذه المسألة. كان أبناء اليمن يحاولوا أن يعيدوا بناء هويتهم، طمسوا كل معالم فخرهم من قصر غمدان إلى المعالم الحضارية المختلفة، حتى في العصر الإسلامي كانت إذا تأتي دول تؤسس كثير من المعالم الحضارية من الحصون والقلاع والمساجد ثم كانوا يدمروها. نعم. وأعطني أنت ماذا قدمت هذه الدويلات الطائفية الهادوية عبر تاريخها؟ أعطني معلم تاريخي واحد فقط بالإمكان أن نقول أنهم بنوه في الأراضي نعم. اليمنية. طيب دكتور السؤال، دكتور نجيب السؤال يعني هذه يعني على عهد الأئمة والآن ميليشيا الحوثي، يعني نفهم أن هذه المعالم التاريخية وهذه الهوية الوطنية لا تمثلهم، وأن لديهم هوية أخرى ويعملون على يعني إحيائها وطمس هذه الهوية التي يعني متجذرة في اليمن لآلاف السنين. لا يوجد لديهم إلا فكرة واحدة وأساسية،
هو عملية يعني نظرية البطنين، واللي الآن أصبحت فكرة الولاية الدينية والسياسية. ما عدا هذا لا يهتم بشيء، وبالتالي كل ما يعمل ضد هذه العقيدة السياسية لا بد أن يدمره. فكرة تدمير الهوية اليمنية وتشتيتها يعني هدف أساسي، هو فقط ليس فقط حتى تدمير الآثار والمعالم التاريخية باعتبارها هي التجسيد المادي لهذه الهوية اليمنية اللي تشكلت عبر آلاف السنين، وإنما حتى تدمير نفسية اليمنيين وإثارة الصراعات والنزاعات فيما بينهم وتقسيمهم وتشتيتهم وتوليد التناقضات، بحيث أصبحوهم المحكمين الأساسيين يعني اللي يملكوا الأرض ويملكوا الحكم والسياسة والدين كلها. وبالتالي أنت شوف الآن الحركة الحوثية ليس فقط في تعز، هناك يعني ربما يعني متحف عدن تم تدميره، معالم تاريخية وآثار داخل عدن أيضا تم تدميرها. يعني هذه عبارة عن جائحة ووباء مضاد يعني لطموحات. طيب دكتور تكرم بالبقاء معي. نعم دكتور تكرم بالبقاء معنا. نعود أيضا إلى السيد عبد الهادي العزعزي إلى تعز وكيل وزارة الثقافة. سيد عبد الهادي عدنا لك من جديد. أمام هذا التدمير الممنهج لكل الآثار التاريخية في اليمن، لم نسمع أي إدانات من المنظمات الدولية إلا من بعض المواقف على استحياء من اليونسكو. أيضا يعني الحكومة المؤسسات الثقافية لم تمارس أي دور ولم تتكلم عن هذا الجانب وعن يعني طمس الهوية الوطنية التي تمارسه ميليشيا الحوثي. نعم أسف الشديد، دعوة المنظمات الدولية برغم ما نكنه لهذه المنظمات من حيث أسسها وآلية بنائها على أنها مع الأسف الشديد ضبطها بمجلس الأمن وضبطها بهيئة الأمم المتحدة وضبط العمل السياسي يتوجد منظمة في العالم ذات حيادية كما يقال، إذ أنه لا حيادة أساسا، هناك مواقف متناقضة مرتبطة بمصالح. برغم أن الأمم المتحدة وهيئاتها هي منظمات لا تسعى إلى تحقيق الكسب السياسي وهي منظمات إنسانية، لكن مع الأسف الشديد حركتها دائما بطيئة، ولا رغم أن المنظمة بذلت جهود فيها المختلفة، أعلنت أغلب المناطق في اليمن بالتزامن مع وزارة الثقافة اليمنية كمناطق أثرية، لكن الآن وفي ظل الحرب الحركة شبه منعدمة، أيضا الأوضاع القائمة على الأرض جعلت حركة هذه المنظمة تطيئة، أيضا المنظمات اليمنية المحلية إجمالا ووزارة الثقافة بكل مؤسساتها بطيئة جدا في هذه الحركة أو في عملية التواصل والتواصل سواء مع اليونسكو أو المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم في الرباط أو المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في تونس أو مركز الشرق الأوسط أو أيضا المجلس العالمي مجلس القوات العالمي أو أي من المنظمات. نعم سيد عبد الهادي. التي كانت مربوطة بيننا وبين هذه الجهات. نعم اذا السؤال سيد عبد الهادي. سيد عبد الهادي في هذا الجزئيه اذا تكرمت. سيد عبد الهادي اذا تكرمت في هذه الجزئيه، اذا الان انت يعني انت وكيل وزاره الثقافه وايضا الحكومه دوركم للحفاظ على ما تبقى من هذه الاثار. يعني كما تعلم الان مثلا اذا شفنا متحف تعز هل تم مثلا انقاذ بعض المخطوطات يعني والمعالم الاثريه المتواجده فيه ام احرقت بالكامل، ودوركم في انقاذ ما تبقى منها؟ إلى الآن أنا أيضا خارج المدينة تماما ولم أستطع الدخول إلى المدينة بشكل كافي. أنا أتواصل مع أشخاص مخاطر قدر الإمكان إنقاذ ما تبقى. هناك حالة حريق وحالة دمار، نحن نتكلم عن قذائف كراتيشة وقذائف مدفعية فوضى، آلات دمار ضخمة لم تترك البشر، فما بالك بمجموعات مقتنيات هي في الأصل أغلبها متعالق ومرمم بشكل كبير لأنها نقطة أثرية أو تعرضها لأي هزات أو لآلية الحفظ تؤدي إلى تعاقلها. هناك إشكالية، هذا البلد عبارة عن متحف متحرك، وبالتالي كثرة هذه المعارك جعلت تدميرها أمر أثيم لا يعي السكان بسبب الوضعية الثقافية، بسبب دور المنظمات والأحزاب ودور بقية قوى المجتمع التي أي مع الأسف الشديد توالي دورات الاستبداد جعلت الغالبية لديهم نظرة ازدراء. منظمة باتجاه الآثار، هناك تجارة آثار أيضا، هنالك حالة تدمير لأن أغلب المناطق الأثرية لا زالت مسكونة، مثلا آلاف من المساجد لا زال يرتادها الناس
بشكل كبير، رغم ان قسما منها يجب ان يكون تحت اشراف وزاره الثقافه وليس الاوقاف. اشكرك. مشكله كبيره في مجال الاصول الثقافيه عموما، هذه المشكله تتحملها الحكومه لا يتحملها نخب المجتمع اجمالا، التي تتكلم عن استقلاليه اليمن والشخصيه اليمنيه والهويه اليمنيه. نتمنى ان لا يكون كلاما انفصاليا، نتمنى ان يكون هناك نوعا من الارتباط بهذه الهويه الثقافيه. اشكرك. نعم. مجرد ترديدي اشعار. اشكرك جزيل الشكر. نعم. لضيق الوقت أشكرك جزيل الشكر وكيل وزارة الثقافة السيد عبد الهادي العزعزي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة أخيرة إلى الرياض مع الدكتور نجيب غلال الباحث والمحلل السياسي. دكتور نجيب، إذا تحدثنا في سؤال أخير عن يعني أثر هذا الاستهداف على الذاكرة التاريخية للمجتمع برأيك والهوية الوطنية، تفضل نختم بها. هو استهداف بشكل مباشر للذاكرة اليمنية، لكن هذا الاستهداف يعني مارسوا كثير من السياسات لاستهداف الذاكرة اليمنية وطمس الهوية، لكن لم يتمكنوا من ذلك. يعني كل ما حاولوا عبر تاريخ دولة الأئمة تنبعث الروح اليمنية من جديد، وبالتالي اليوم الحركة الحوثية أنا أعتقد أني آخر أنفاس يعني آخر أنفاس دولة الأئمة، وتحاول بشكل أو بآخر أن تدمر الذاكرة اليمنية ويعني وتخلق صراعات داخلية. اليوم صنعاء يعني اليوم صنعاء عبوها بالأسلحة، ملأوا البيوت، واليوم هذا الاستهداف المباشر لصنعاء يريد أن يدمروها كما دمروا بقية المدن، لا يريد أن يسلموا صنعاء بسلام، لكنهم لم يتمكنوا. هذه يعني اليوم نحن المقاومة الشعبية ليست مقاومة سلاح، بل هي مقاومة ثقافية، ولا بد أن نعيد بناء هويتنا الوطنية، ولن نعيد بناءها إلا إذا عدنا إلى جذورنا التاريخية، جذورنا التاريخية، وسنبعث كل المعالم التاريخية في الأرض اليمنية من المهرة إلى صعدة. نعم دكتور نجيب، أختم معك بأقل من دقيقة بسؤال أخير. هل تعتقد أن الميليشيا ستنجح مرة أخرى في التضليل على اليمنيين أو خداعهم؟ أنا أعتقد أنه اليمنيون أبناء اليمن اليوم أصبحوا أكثر وعيا، يعني لدينا تجربة مرة مع الحركة الحوثية، هذه التجربة هي درس يعني درس كافي لكل يمني، حتى من تعاطف مع الحركة الحوثية في البداية اليوم لديه يقين كامل أنه لا خلاص باليمن إلا إذا تخلصنا من هذه الحركة، وهذه الحركة أنا يعني على يد كامل أنها ستجرم وسيلاحق يعني قياداتها المجرمة وكل من اقترف في حق اليمن، وبالذات في مسألة الآثار. نعم. وأريد أن ألفت انتباه هنا أنهم يشتغلوا اليوم أيضا كمافيا، هناك نهب للآثار وبيعها، ويعني بمعنى أنهم يشتغلون بشكل لصوصي وشكلوا مافيا لسرقة يعني لبيع الآثار، سرقة الآثار. للأسف دكتور نجيب هذا نعم للأسف دكتور نجيب هذا ما تعاملت به الميليشيا منذ وصولها إلى العاصمة صنعاء، تعاملت بمنطق اللصوصية ولم تتعامل بأي مسؤولية أو أدنى وطنية مع كل مقدرات البلد. أشكرك جزيل الشكر الباحث السياسي الباحث والناشط السيد الدكتور نجيب غلاب، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. الشكر لوكيل وزارة الثقافة السيد عبد الهادي العزعزي، كان معنا من تعز، وكان من المفترض أن يدخل معنا مدير إدارة المسرح من تعز السيد فيصل الدبحاني، لكن لم نتمكن للاتصال معه بسبب مشاكل في الاتصال. شكرا لضيوفي جميعا، الشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة، نلقاكم إن شاء الله بحلقات جديدة من زوايا الحدث. إلى ذلك الحين حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.